الدراسة الآلية، ثم انتقل إلى الثانوي المحمدي بالقصر الكبير، حصل على شهادة البكالوريا بالعرائش، وولج المدرسة العليا للأساتذة سنة 66، متابعا دراسته في شعبة التاريخ والجغرافيا بالرباط، وحصل سنة 76 على الإجازة في التاريخ. انخرط في الكثير من الجمعيات وأسس بعضها، منها جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بمدينة القصر الكبير. أسس الجمعية السعيدة لإصلاح وترميم الجامع السعيدة بالقصر الكبير. انتخب رئيسا لها لحد الآن، وهو عضو في كثير من الجمعيات، عضو مؤسس في مؤسسة القصر الكبير، عضو في جمعية القصر الكبير، عضو في جمعيات سيدي أحمد الشيخ للتنمية في زنجوكة. شارك في العديد من الندوات المحلية والوطنية والدولية، وله عدة مؤلفات، من بينها كتاب بعنوان مجتمع القصر الكبير في القرن العشرين، كتاب معطيات تاريخية واجتماعية القصر الكبير بإسبانيا، كتاب القصر الكبير وثائق لم تنشر الجزء الأول والثاني، كما أنه صدر مؤلفا يحكي عن الصورة تاريخا حيا لمدينة القصر الكبير، وقد أتحفنا الباحث أحمد أخريف بفناء هذا المعرض لقراءة من ديوانه الشعري المترجم الثالث الموسوم بأنطولوجيا القصيدة السوداء، قصائد لشعراء من إفريقيا وأمريكا وأوروبا في عصور مختلفة. سي أحمد أخريف سوف يقدم مداخلة عبارة عن تنويعات على كتاب الأستاذ محمد الصمادي الذي أخرجه السي محمد الصمادي، والذي خصصه لمدينة القصر الكبير وحتى المنطقة، ولكنه كان أكثر التصاقا بمدينتنا، بمدينة القصر الكبير وعملها. هذا الكتاب طبعا هو مكون من ثلاثة أبواب رئيسية، كل باب فيه فصول متنوعة. أهم الأبواب ديال الباب الأول، وهو يتحدث عن نشأة الحركة الوطنية طبعا بين 30 و 37. أنا طبعا استمعت لمداخلة صديقي الأستاذ أسامة، وهذا يحتاج إلى نقاش وإلى أشياء كثيرة طبعا، لأنه اللي كانت كلمة الحركة الوطنية بين 30 و 56، يعني ومني كان وصلوا 53 وكتولي كتحرك الآن، وكيولي وجه آخر، وجه عسكري، حركة من جهة حركة ديال المقاومة. وحنا كنتكلموا الحركة الوطنية، واش الحركة الوطنية كتضمن حتى الجانب العسكري؟ فكاينة 53 شيء، فإذا كانت الحركة الوطنية الهدف منها هو الجانب السياسي والمطالبة بالإصلاحات والمطالبة اللي كانت، المهم هذا يحتاج إلى، أنا أسير مع الأستاذ، يحتاج إلى إعادة يعني النظر في التحقيب الزمني بالنسبة للحركة. هذا الباب الأول هو تقريبا فيه ثلاثة ديال الفصول. الفصل الأول تحدث فيه عن مدينة القصر، عن الاحتلال العسكري، يعني قبل الثلاثينات، العسكري والمقاومة. والفصل التالي تحدث فيه عن الهيئة الوطنية بالشمال المغرب، والفصل الثالث تحدث فيه عن المطالبة بالإصلاحات وعراقيل الاستعمار. الباب الثاني كذلك تحدث فيه عن أشياء أخرى متنوعة، لن أذكر هذه الأبواب. ظهور تحدث عن الأحزاب السياسية، تحدث عن الحركة الوطنية وبعد الحرب الأهلية، تحدث عن الحركة الوطنية في القصر الكبير، تحدث كذلك عن الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية، تحدث عن الفصل الخامس عن القصر الكبير وزيارة محمد الخامس لمدينة طنجة 1947، تحدث عن القصر الكبير في مواجهة الحدود الاستعمارية. والباب الثالث والأخير فيه تقريبا ثلاثة فصول. الفصل الأول يتحدث فيه عن القصر الكبير ونفي محمد الخامس، والفصل الثاني تحدث فيه عن ملجأ الفدائيين ومدينة القصر الكبير التي كانت ملجأ الفدائيين والمقاومين، ثم في الأخير تحدث عن القصر الكبير واللحظات الأخيرة
الحماية. طبعا هو تحدث كثيرا والكتاب مهم بالنسبة للمنطقة، وهو يكمل هنا. أنا أجد هناك تكميل بين السي محمد الصمدي وبين الأستاذ الحجي وبين الأستاذ الحساني، هناك واحد تكامل، واحد يعني كل يتحدث، ولكن هناك واحد تغطية الآن بدأت تظهر بالنسبة لتاريخ المنطقة، المنطقة الشمالية وتاريخ مدينة القصر الكبير. كود عن تولية الملالي الرميقي في سنة 1919، هو قال وسأقول لكم، وقبل أن ننتهي مما وقفنا عليه من أخبار هذا العام، نسجل هنا أنه في 19 شوال 1337 هجرية 18 يوليو 1919 صدر ظهير خليفي بتولية القائد الملالي الرميقي على 5 قبائل، هي بني قرفط وسوماتا وبني يسف وأهل سريف وبني زكر، وهذه القبائل كقبائل الخلط والغربية والساحل لم نسمع عنها. يعني جمع كل شيء، وصل العريش والقصار والساحل وغيره، لم نسمع عنها أنها وقفت في يوم ما تباهي غيرها من القبائل الجبلية بمواقف وطنية، وكيزول علينا الوطنية لها في وجه الاستعمار، أو وقائع دموية كبرى ضد قوات الاحتلال. هذا مؤرخ. وربما كان في طبيعة كثير من رجالها ما ينسب لأهل بعض المدن من الركون إلى الدعة والراحة أو الخمول والإراحة والاستراحة، ولا غرابة في ذلك، فأرض بعض تلك القبائل سهول رملية، وأهل السريف والقرفطة عنده سهول رملية، ما كيتكلم ما كيعرفش شنو كيقول، فسيحة تسرح فيها الإبل النادنة والوديعة والطباع تسرق الطباع. يعني هذا الشيء اللي هو الآن مكتوب وخرج الجديد، أنه يتحدث يلغي ما جاء في هذا الكتاب. هذا اللي كنقول أنا بشمال، هذا تحدث عن المعارك التي وقعت في القبائل والمعارك التي وقعت في الجبال وكل المعارك، وأجاب، بينما هذا يلغي أنه إحنا لا واقف وطنية ولا في كل القبائل، بل كيتحدث عن القبائل وكيقول بها السهول، ما عرفش بأن هذيك راها جبال وعرا، وأنه وقعت هنا أكثر من 300 معركة اللي وقعت في 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 في, في, في هذا المكان. أنا أعتبر هذا جواب إضافة إلى الكتب الأخرى ديال السي الحساني والسي رشيد السي الحجي سعيد. أتمنى